FM. El Kilmelik. Parole d'expert. مرحبا معز. اهلا وسهلا. مش نحكيو على الخوصصة وما أدراك ما الخوصصة متاع المؤسسات العمومية اللي يحكي عليها يوسف الشاهد رئيس الحكومة ما بين الإصلاحات اللي المنتظر باش تتم في الأيام القادمة. واضح. على العكس ما تحكيه نحن باش نحاولوا نحكيو بصفة موضوعية، معناتها ماهوش بجانب ولا مقاربة سياسية ولا مقاربة إيديولوجية، بصفة موضوعية شنية الخوصة وعلاش تعمل الخوصة. اليوم في بلادنا عندنا مؤسسات عمومية وعندنا بنوك عمومية، الوظائف متاحة معروفة أنها تحاول معناتها تحافظ على حرمة البلاد، استقلال البلاد، السيادة الوطنية، الأمن، الجيش، كل ما هو معناتها تطبيق القانون، كل ما هو سن القانون، كل ما هو معناتها كما يقولوا رقابة، كل ما هو ان رول دو ريغولاتور معناتها دور تعديلي، كل ما هو تنظيم للحياة السياسية والحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية. الدولة زادة هي اللي تلم الضرائب وهي اللي تعاود توزع الضرائب. الدولة عندها أدوار أساسية. الدولة تنجم تخلق تساهم في خلق الثروة وتنجم هي بيدها تساهم في معناتها الإنتاج في بعض القطاعات استراتيجية واللي مربوطة بالأمن القومي. هذم أدوار الدولة كان نجم لخصهم، لكن وقت اللي الدولة تولي داخلة في المنظومة الاقتصادية كفاعل وتنافس في نفسها وتنافس في معناتها فاعلين أخرين وتولي داخلة في عدة مجالات وداخلة في صناعات وفي خدمات وفي قطاع بنكي تكون هي محتلة الصدارة فيه وتكون عندها وزن كبير ياسر، ينجم معناتها تعدد الأدوار هذايا وهل الوزن الثقيل هذا ينجم يضر الدولة ويضر حتى الاقتصاد ويكون عنده مفعول غير إيجابي، مفعول سلبي وغير ناجع. دونك الدولة اليوم نلاحظوا أنها ماخذ على عاتقها العديد من المجالات والعديد من القطاعات بدون ما يكون فما ناجعة ومردودية. معناتها الدولة في تونس اليوم تصنع في الدخان، الدولة اليوم تصنع في العجادي، الدولة اليوم معناتها هي اللي لهي بالأبرات وهي اللي عندها كل ما هو دوكارس وكل ما هو ترصيف، الدولة هي اللي توزع في البترول، الدولة هي اللي معناتها عندها ثلاثة بنوك عمومية ومساهمة في بنوك أخرى. معناتها الدولة ياسر موجودة وهذايا ما جابش نجاعة، وهذا بالعكس خلق مشاكل، خلق عدم توازن، خلق عدم حيوية في بعض القطاعات، لأن وزن الدولة وحضور الدولة في قطاعات اقتصادية نجم يضرك القطاع هذاك. معناتها لابوزيسيون متاعها نجم تكون بيزي ان كلكو سورت ولا البيز لو جو دو لا كونكورونس. دونك الدولة اليوم لازم تعرف هيكل ولا هيكل يسهروا على أمن البلاد وعلى تطبيق القانون في المجال الاقتصادي والمالي، كل ما هو تعديلي، كل ما هو رقابي، كل ما هو معناتها سن القوانين، كل ما هو الدفاع زاد على حق المواطنين وحق المجموعة. هذم أدوار الدولة لازم ديما تلعبهم، وتباعا فما بعض المؤسسات لازم تكون تابعة الدولة كمؤسسة الكهرباء والغاز مثلا، مؤسسة توزيع المياه تنقيب معناتها الاكسبلوتاسيون تاع استغلال المياه وتوزيع المياه، مؤسسات البترولية، مؤسسات المربوطة بالأمن القومي، مؤسسات المربوطة بالثروة الطبيعية الكبيرة كما الفوسفات. هذا ما تنجم تكون كان مؤسسات عمومية في الوقت الحالي، لكن بعض المؤسسات الأخرى معناتها تنجم الدولة تفوت فيهم وتخصصهم، وهذا ما هوش عيب. راهو كلمة خوصة، راهو فما بعض الأطراف السياسية وبعض الإيديولوجية معناتها أصحاب الإيديولوجيات هما اللي قاعدين هزين فهالمعنى هذا يمتع معناتها اون فيزيون مانيكيان، يا معناتها يا أسود يا أكحل، يا أبيض يا أسود يا أبيض، معناتها فيزيون بينار، يا زيرو. فهمت؟ ليه اليوم